برحب بحضراتكم مشاهدينا وأخبار الكنيسة في المهجر واللي هنبدأها من فرنسا. للسنة الثانية على التوالي إبرشيد باريس وشمال فرنسا نظمت معرض الرسم والصور اللي شارك فيه حوالي 75 شخص من كل كنائس الإبرشية بكل المراحل العمرية، واللي كان الهدف منه هو اكتشاف المواهب وتنمية مهارات الأولاد والشباب. وفي نهاية اليوم قام نيافة الأنبا مارك أسقف الإبرشية بتوزيع هدايا لكل المشاركين والتقاط بعض الصور التذكارية. متابع للسنة الثانية على التوالي نظمت إبرشية باريس وشمال فرنسا معرض الرسم والصور اللي شارك فيه حوالي 75 شخص من كل كنائس الإبرشية بكل المراحل العمرية، والهدف منه اكتشاف المواهب وتنمية مهارات الأولاد والشباب. نشكر ربنا النهاردة كان المعرض بتاع الرسم الحر بالنسبة للأولاد وشباب الإبرشية من كل الأعمار، و كل واحد عنده موهبة بيعبر بالرسم. كان النهاردة في حوالي أكتر من 75 حد مشترك، والرسومات بتاعتهم تتدرج من الفنية والمهنية قوي والبسيطة قوي، فيعني هو موهبة، المفروض كل واحد عنده موهبة من ولادنا نستثمرها ونشجعها وننميها. أول ما شفت الإعلان بتاع المعرض بلغت الولاد على الجروبات الكورال والتياتر المسرح وجروبات المسؤولين عن الأسر مدارس الأحد، وبالفعل الولاد اتصلوا بيا. الكاتدرائية هنا عندنا بعيدة شوية بالنسبة لكنيستنا، فأنا قلت أخذت كل الرسومات وجبتها هنا الكاتدرائية، والولاد مبسوطين جدا بالمعرض. رسمة ماما العذراء أخذت فيها يوم ونص، لأن هي فيها مجرد بس التظليل بس اللي اخذ مني وقت شويه، لكن بدات بالرصاص الاول وحددت، وبعد كده بدات بالفحم لان ده قلم فحم اللي انا عامل بيه، اخذ مني يوم ونص وبعد كده خلصتها. تاني واحده اخذت مني شهر لان فيها شغل بالفحم اكتر وتفاصيل اكتر بكتير، مثلا تقسيمه الوش مع العين والحزن اللي في الوش دي اخذت وقت مني كبير جدا، لان ما كانش سهله، لان انا ببدا بالرسمه مفروض نقسم الورقة والأول، لكن أنا ببدأ على طول من غير ما أقسم. أنا بعمل حروسية وفي حصان هناك أنا بحبه قوي فرسمته. عملت الزلزال بتاع سوريا، ده ولد وبنت إخوات، والبنت لما حد جي يعني طلعها قالت له طلعني واشتغل عندك خدامة، فأبخي هو يعني طلعها بس خد وقت شوية. والناس اللي بالأبيض دول ناس راحوا من في السماء من المشكلة اللي حصلت دي. وفي نهاية اليوم قام نيافة الحبر الجليل الأنبا مارك أسقف الإبرشية بتوزيع هدايا لكل المشاركين والتقاط الصور التذكارية. من باريس مينا سلامة، سي تي في.